النبي الكريم تزوج السيدة خديجة وهي أكبر منه ب15 عاماً، هو في 25 وهي في 40، وعلمنا من خلال هذا الدرس أن المرأة الصالحة لا شيء يعدلها، وكان يحبها حباً جما، بل إنه حينما فتح مكة المكرمة دعته سادتها إلى أن يبيت عندهم، قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. هذا درس ثاني. هل أنت وفي لزوجتك؟ أم أولادك؟ هذه التي قبلت بك زوجاً وكنت في وضع صعب جداً، قبلت شرف العيش معك، ألا ينبغي أن تذكر فضلها؟ هذا الدرس. صدقوا أيها الإخوة، كل كلمة بالسيرة منهج لنا.